اهلا بيكم معنا في فيديو جديد من فيديوهات شيرين بعد الأربعين. النهاردة حصل معايا موقف او حصلت لي حاجة يعني حابة اشارك حضراتكم فيها معايا. جات لي صديقة عزيزة على قلبي قوي منهارة وزعلانة جدا وبتبكي بحرقة، ولما سألتها مالك قالت لي ان هما كانوا ثلاث صديقات بيعملوا كل حاجة مع بعض، بيسافروا مع بعض، بيخرجوا مع بعض، حتى على النطاق العائلي هما كلهم اصدقاء والعائلات تعرف بعض ومرتبطين ببعض جدا. فجأة اتنين من التلاتة قرروا ان هما ما يعرفوش الصديقة العزيزة اللي كانت جاية متأثرة جدا 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 وبتبكي بحرقة. في الحقيقة أنا زعلت علشانها، وإن كنت لازم أسمع من كل الأطراف، لكن إن تبقى في عشرة عمر تهون على حد بالمنظر ده، حتى وإن كانت هي التالتة دي غلطت، كان ممكن يلتمسوا لها عذر أو يقدروا إن كان في بينهم وبين بعض عشرة وعيش وملح. الحقيقة أنا حابة أتكلم عن العيش والملح. العيش والملح مش مجرد أكلة بناكلها مع بعض، العيش والملح مش مجرد خروجة أو فسحة أو بنتقابل في مكان، لا، العيش والملح ده أصول اتربينا عليها، قيم ما ينفعش نخرج عنها. أنا مش بقول مين فيهم غلطان، لأني زي ما قلت لحضراتكم ما سمعتش من الطرف التاني، لكن في الأول وفي الآخر العيش والملح بيفرض علينا التزامات، بيخلي علينا واجبات ناحية اللي كلنا معاهم عيش وملح. إني أخلي حد كلت معاه عيش وملح ينزل دمعة واحدة من عينه بسببي، يبقى أنا مش قد العيش والملح. أني معذروش مهما عمل أبقى مش قد العيش والملح، أنه لما يغلط ما روحش أنصحه وأقدر ظروفه وأقول له يعمل إيه عشان ما يبقاش غلطان بأسلوب شيك وراقي، أبقى مش قد العيش والملح وما استاهلش العيش والملح. أرجوكوا راعوا العيش والملح، واللي مش قد العيش والملح ما يكلوش. شكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.